يبدو أن القرض السندي الذي أطلقه وزير المالية السابق عبد الرحمن بن خلفة منذ 4 أشهر لا يزال ملفاً يكتنفه الغموض بسبب شح المعطيات بخصوص الأموال المحصلة منه. أمر دفع بمحللين اقتصاديين لاعتبار العملية مشروع وزير أكثر منه مشروع حكومة تسهر على تطبيق رؤية اقتصادية واضحة. المشروع كان بمبادرة من وزير المالية، ونحن نعرف شخصية الوزير المالية لديه كاريزما قيادية، هو مصرفي بامتياز بعيد عن الجانب السياسي الذي يتميز به، لكنه نظن أنه هذه الفكرة فكرته، وهو الذي أقنع بها مدراء البنوك الذين هم مجبرون غير مخيرون في قبول هذه الفكرة. بعد الضجة الكبيرة والحملة الإعلامية الضخمة التي رافقت إطلاق القرض الوطني للنمو الاقتصادي، ركود كبير بات يطبع التعاطي مع الملف، خصوصا بعد رحيل عبد الرحمن بن خلفة من الحكومة وإحجام مدراء البنوك العمومية عن الإدلاء بأي تفاصيل حول حصيلة العملية التي يصفها الخبراء بالهزيلة. في الحقيقة نحن لسنا ببعيد على الهدف المنشود لاستراتيجية الدولة في إطار هذا القرض السندي. أنا لست مؤهلا لإعطاء هذا الرقم، فهناك وزير المالية أكثر تأهيل من أجل تقديم هذا الرقم. القرض السندي تحصلت على معلومات رسمية من طرف الوزير الأول اللي أكد أنه العملية لقت نجاح كبير. أكتوبر المقبل الشهر الفاصل الذي يكرم فيه القرض السندي أو يهان من خلال تحصيلاته المالية، فهل ستتمكن وزارة المالية من بلوغ ما سعى وزيرها السابق عبد الرحمن بن خلفة إلى تحقيقه؟